والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للأرض. وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول الصف الأهلي. مبروك مبروك ألف مبروك. ايوه شفتوش بعض من زمان من ساعتين. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير. الفقره دي مشرفنا عريس الاميره السمراء النهارده محمد مجدي قفشه صاحب البصمه الاخيره وصاحب الفرحه الاخيره والقفشه اللي خطفت قلوب ممكن ناس تزعل الاهلاويه. وكانت لحظات الحقيقة جميلة جدا، هي دي اللي خلت الجماهير تخرج للاحتفال معانا في الشوارع ببطولة كانت غايبة عن الأهلي 7 مواسم متتالية. وفي الألفية الجديدة مش متعودين على غيابها لحد ما وصلنا لللقب التاسع بهدف ولا أروع ولا أجمل بقدم النجم قفشة. ايه يا نورنا حبيبي يا كابتن، نورنا وحشني جدا والله. مبروك. ايه دي؟ انت عارف بتاع زمان دي. ايه دي صحيح؟ لا ما شاء الله يعني الحمد لله. هنتكلم طبعا على دي لانك يعني لا ايه ده باشا لسه جاي لسه في الاول. لا منورني قفش، الف مبروك يا حبيبي. كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين. بطوله غاليه جدا جدا جدا، بطوله تاريخيه، واكيد ده كان واصل لكم ان مباراة خاصة جدا على مستوى القارة الأفريقية، على مستوى حتى تنافس محلي مع نادي الزمالك. لكن كنتوا رجالة ويعني كنتوا يعني على وعدكم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي إن البطولة الأفريقية دي مش هتخرج من الجزيرة. الحمد لله كابتن، يعني احنا كنا مركزين في الأسبوع اللي هو بتاع المعسكر واللعيبة كلها كانت رجالة، وكنا مركزين مش مفكرين إن احنا بحلوين أو وحشين، المهم ناخد البطولة. فالحمد لله قدرنا نعمل ده يعني. يعني الأسبوع بتاع المعسكر ده كان كله تركيز اللي احنا هنكسب، مش نبقى حلوين نبقى وحشين، المهم ان احنا ناخد البطوله. يعني والحمد لله نكسب ازاي ما نعرفش، المهم ان احنا بالظبط يعني. لان هي نتيجه في الاخر يعني انت ممكن تبقى كويس جدا وتخسر ما عملش حاجه، لكن العكس تبقى وحش وتكسب البطوله، فده اهم حاجه يعني. بعد الجون اللي جه في الدقيقه 85 وانت جريت علينا كده ورحت قالع التيشيرت، شفتني وانا بعملك شاورت لك انا كان في ناس كتير قوي لابسين احمر بصراحه. بص الصوره ديت، دي طبعا صوره الجول. انا لسه منزلها النهارده. هي الصوره دي خلاص هتفضل مدى الحياه جدا يعني. دي عندك على الفيسبوك؟ طبعا. لا ما عنديش فيسبوك، على الانستجرام. على الانستجرام دي هتفضل طول العمر. لا طبعا كنت متوقع قفشه، كنت متوقع ان انت تعمل حاجه في اللحظات الاخيره. بعد الشوطه اللي شوتها الفاول حسيت ان انا هجيب جون. الفاول اللي جه جنب المقص ده شويه. لان انا يعني انا في الماتش ما كنتش موفق قوي يعني، في الماتش امبارح انا ما كنتش فت زي الماتشات اللي قبل كده. فالحمد لله لما شوت الكره دي يعني حسيت بعديها ان انا هجيب جون قريب. الحمد لله. تقريبا الجون ده انا دي ثالث مره اجيب الجون ده، اللي هي الكره الثانيه. وما انا كنت لسه في المنتخب وفي ماتش على اللقطه ديت، وهرجع بيك لمباراه الوداد واللحظه اللي انت رحت فيها للمستر موسيماني. انا قلت على المستوى الشخصي يعني في تقديري دوت ان انتوا كنتوا متفقين على حاجه معينه، عمليه الضغط من قدام. طبعا. ان انت تضغط على سرد باك واول ما تقطع الكره يبقى في فينش على الجول. صح. وده يمكن ان انت اكدته كمان. فكان ده شكل مكرر يعني. هو كمان يا كابتن كان ممرنا على الحته دي اللي احنا نضغط والكلام ده، لكن هو قبل الماتش جابني واتكلم معايا انا والمترجم، قال لي هو اللعيب ده اصلا كان هيلعب ديفندر، كان هيلعب 6 يا كابتن هاني. بالظبط. فاحنا اتفاجئنا اللي هو ايه بس فهو قال لي هو بطيء يعني، هو بيباص كويس لكن بطيء، فما تخلوش يلبس اللي قدام، خليه يباص بايه بالعرض. فانا الملعب كان فيه ميه فبضغط عليه بريس، لقيت الكره اتزحلقت. فهي الحمد لله يعني، فده توفيق من عند ربنا. فروحت بقى انا وصديقك. انا ناديت عليه كام مره امبارح. عايزين نشكر امبي والله يا كابتن ان هو خلانا موجودين في المكان المحترم ده يعني. لا انت طبعا نشكركم، نشكر نادي امبي بصراحه يعني، عشان ليهم فضل كبير علينا يعني احنا الاثنين، وبتمنى لهم التوفيق يعني. لا طبعا نادي امبي كمان من الانديه كابتن. انا حضرتك كمان كنت معانا في امبي، حضرتك مرنتنا في امبي سنه. منظومة رائعة حتى على مستوى السكاوتنج، على مستوى الناشئين، طلعوا صلاح محسن وطلعوا نجوم كتير، رفعت وصالح وعبد الله وانا وحمدي ومؤمن وكابتن سليمان، ناس كتير. كابتن برضو ان قفشه كان في بيراميدز، احنا كنا على طول يعني، انا قفشه صعب جدا كنا على تواصل على طول يعني. انا قلت له قفشه انت لو جيت عندنا تبقى في حته ثانيه، ان انت
لا هتلعب كذا ماتش هتاخد ثقه اكبر وهتروح منتخب مصر وهتلعب في منتخب مصر حتى كان لعب معايا كتير انا وقفشه احنا وصلنا مرحله في انبي لا احنا كنا بنشوف بعض بظهر بعض يعني كنا بنلعب جنب بعض التفاهم لا انا قصدي متنبئ لك بس مش بس كان بيلعب معاك كان شايفك انا وحمدي يعني كمان دايما على تواصل مع بعض فحتى الفتره دي كنت بتمنى ان هو يبقى موجود كنا على طول الفتره دي ان هو كان بيكلمني عشان ان هو جاي عندنا وكده كنت بتمنى يعني وحتى انا قلت له قفشه لا لو انت بتفكر تمشي من بيراميدز لازم تيجي النادي الاهلي يعني هو بعد الفاول كم بس فقفشه من ساعه ما دخل النادي الاهلي بصراحه هو فارق معانا جدا حتى في ماتشات ما بقاش موفق فيها بيجيب جوان لا والله كان كلها جت ان هو عارف هو من غير اي حاجه هو عارف انا يعني انا بحبه قد ايه جوه الملعب وبره الملعب يعني أكيد. هو لعيب كبير وفارق معانا جدا أكيد. في لحظه هو دلوقتي كان بيتكلم عنها حس فيها ان هو هيجيب جون دلوقتي انت حسيت في قبل الماتش ما يبدا او اثناء المباراه حتى في الشوطين انه قفشه ممكن يعمل حاجه في الماتش ده انا حسيت بس يعني قفشه كان برده كانش موفق قوي في الماتش فقفشه اكتر واحد بيساعدنا احنا كان في اندارات انا والسوليه فعلى طول انا بتكلم معاه يعني فانا يعني شويه كنت قلقان عشان هو مش موافق قوي هو قفشه في اوقات كان بيجيب اجوان وهو نجم الماتش بيعمل ماتشات جامده جدا وبيجيب اجوان وفي اوقات برده كان بيعمل ماتشات جامده جدا يعني ماتشات جامده جدا وما بيجيبش اجوان فده بيبقى من التوفيق اللي هو بصراحه طول الموسم لا كان موفق يعني في ماتشات كذا ماتش كان كويس جدا كل الناس بتنتقده اكتر واحد شاط في العارضه فاخر ماتش الحمد لله ربنا كرم اللي هو بقى نشر كره في العارضه يعني مش للدرجه يعني نشر كره في العارضه كل كره بيشوطها في العارضه انت عديتهم طبعا وبلينين مضيع بلينين ومثلا 10 انفرادات لا انا كل الحاجات دي عامل فيديو ليا بتفرج عليه دايما عامل فيديو اسمه العارضه لا عامل فيديو للعارضه عامل فيديو للانفرادات عشان اتعلم الحاجات دي لازم ده فيديو العارضه يعني والله انا لازم الحاجات دي كابتن حضرتك لو تلاحظ الجون بتاع الوداد انفراد بالظبط الجون بتاع المنتخب شبه انفراد برضه انا رقصت واحد وحطيتها بطن رجلي فانا اتعلمت من الحاجات دي عشان كده بتفرج على الحاجات دي بتراقب اخطاء انا معايا وكيلي فهو بيجيب لي كل الكلام ده يعني طب حلو انك بتتفرج على وبتصحح اخطائك بس انا اعتقادي ما تبقاش اخطاء انلك هي جزء كبير منها حظ انك بتشوط وبتيجي في العارضه لكن خلينا نتكلم وعلاقتك بحمدي اكيد كمان في الملعب بيبقى علاقه خاصه ويمكن انا عارف يعني حمدي لسه بيحكي لي لما بيكون وسط الملعب مرتاح يبقى اكيد قفشه كويس ليه قفشه بيقف على كورته كويس بيدي نفس شويه للناس فعايز اعرف كنتوا انتوا الاثنين بالذات في بتقولوا ايه لبعض في الملعب في الاوقات اللي احنا ما كناش كويسين فيها يعني كنت بتقولوا ايه لبعض بتكلموا ازاي بتحمسوا بعض ولا انتوا ساكنين في رهبه في قلق لا كابتن وانا دايما انا وحمدي يعني انا حمدي والسوليه وديانج كمان بس انا وحمدي بالاخص يعني مني من زمان بنلعب مع بعض فدايما بتكلم معاه بقول له يا حمدي حاول على قد ما تقدر دايما تلعب لي الباص اللي هو في النص بتاع اللاعبين اللي هو بين الديفندرين انت لو لعبت لي الباص ده يا كابتن خلاص انا هلف اروح انا والهاف الشمال والهاف اليمين والفيرو بين 4-4 مظبوط اللي هم الاثنين الباكات فالباص ده بالنسبه لي بيسهل لنا حاجات كتير غير لما انزل استلم وارقص واحد او اثنين دي بتبقى المسافه طويله فالباص بتاع حمدي ده يا كابتن لو عمله لي بيفتح اللي هو انت بتتكلم اللي انت ما بين خط الظهر وخط النص بتاعهم الحته الفراغ دوت بالظبط عشان ما تبقاش واحد في ظهرك فتقدر تتحرك بسهوله يعني. عكس لو انا مثلا بلعب قدام سته استلمت فلازم الف تبقى الدنيا اصعب شويه بس فالحمد لله حمدي والسوليه وديانج عندهم الميزه دي فبيريحوني في دي اللي انا بنزلش كتير انا دايما بستلم الف الاقي نفسي قريب من الجون اشوط اعمل اسيست على طول بالظبط كده يا كابتن بس وحمدي دايما بيتكلم معايا ان انا دايما اخد معاه الكره الثانيه هو والسوليه لان لازم اخد الكره الثانيه عشان لو هم خدوها بتبقى صعب علينا احنا اللي انا دايما واحنا بندافع امسك بس الديفندر الثالث يعني هو والسوليه مع واحد او هو وديانج او ديانج والسوليه مع واحد انا دايما اخد اللعيب الزياده اللي هو ثابت يلعب بالعرض بس اهم حاجه ما يلعبش الكور اللي هي الايه اللي قدام دي فدي اللي بتبقى صعبه يعني كلام كتير عن اجواء وتفاصيل المباراه ما قبل وبعد لكن طبعا كابتن حمدي مشرفنا من بدري جدا في البيت كنا مستنيينك يعني فمشرفنا من بدري واحنا حابين ان احنا نشكرك جدا والف الف مبروك وتستاهلوا اكتر من كده كمان ومستنيينكم انا بشكركم طبعا مبسوط ان انا كنت موجود معاكم النهارده ومبروك لنا كلنا وجمهور النادي الاهلي يعني واسيبكم بقى مع التوفيق نورتنا يا كابتن وان شاء الله تكون حلقه جميله خليك استنى نطلع فاصل
حسيت الصوره ديت دي الصوره طبعا دي قفشه وكابتن الخطيب وكابتن محمود الخطيب حمدي ده حمدي فتحي وتلاحظ ان يعني من كتر سعاده الكابتن محمود كان تحس ان عينيه كمان بقت يعني فاللحظه انت بالنسبه لك حمدي وانت بتحضن صوره كبيره زي الكابتن الخطيب وحاسس بالضغوط الكبيره اللي كانت علينا كلنا بصراحه وعلى مجلس اداره واللعيبه ان احنا نفوز بهذه البطوله يعني اللقطه دي بتعبر لك عن ايه والله يا كابتن بص كابتن محمود الخطيب ما بيقف معانا بس احنا بنحس احساس لا يعني احنا ما عملناش حاجه كابتن محمود الخطيب يعني صحيح احنا صحيح. عملنا ايه اصلا في الكوره فاحنا بصراحه يعني هو لما بيتكلم معانا بيتكلم على طول معانا بايجابيه وان هو بيتكلم معانا لا انتوا لعيبه كبيره وان انتوا لازم تحققوا تعملوا اسم لنفسكم وان انتوا وراكم ناس كتير يعني جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير يعني بس وده حصل وبيحصل وهيحصل وحصل النهارده كمان في الكلمه طبعًا. اللي قالها خاصه كابتن خطيب دايما ودي كلمه مهمه جدا يعني النادي الاهلي هو اللي بيصنع هو بيصنع يعني اي حد كابتن خطيب بيقول اي حد ليه اسم دلوقتي من اجيال كتيره جدا انا ليا اسم عشان انا كنت ابن النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي فدي كمان يعني كانت رساله قويه جدا بتعرفك قيمه النادي الاهلي بشكل كبير وانتوا حسيتوها اكيد اول ما جيتوا يعني صح دي حقيقه كابتن دي حقيقه يعني انت حضرتك عارف الماتش في النادي الاهلي ب 100 ماتش بره يعني صحيح صحيح ان شاء الله بالتوفيق يا حمدي نشكرك شكرا جزيلا ومستني هناك بقى بعد كاس مصر ان شاء الله تجيب لنا كاس مصر معاك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله طيب هنطلع فاصل بنودع بيه كابتن حمدي فتحي ونستقبل مره تانية كابتن قفشه بيت الكبير لا لما سالته قبل الفاصل لما دخل الجون في الدقيقه 85 الملعب كان فاضي فعلا بس ترج وحياه ربنا ترج انت شفت الناس واكيد شفت ضحكهم وشفت دموعهم وشفت الهزه اللي تهزها الاستاد استاد القاهره بعد جون قفشه طبعا سولية اكيد بس الجون ده لانه كان في الدقيقه يعني خلاص احنا حسمنا كنا النهائي بالجون اللي دخله محمد مجدي قفشه كلمني بقى لما جريت بعد الجون والله بجد وقلعت التيشيرت وجريت على الناس شفت ايه؟ احكي لي كده وصفك للمشهد ده. انا كنت حاسس بحاجه بصراحه. هو انا بجري خلاص عايز اجري اعمل اي حاجه. صح فعلا بس رحت للجماهير عشان احتفال مؤمن بس ما كنتش عارف اعمل بس فعلا كنت حاسس ان انا سامع صوت جامد. صح. حاسس يا كابتن الملعب بيترج يعني بسمع الصوت حاسس ان في ناس كتير في نفس الوقت لا هم قليلين بس الصوت عالي جدا بس الصوت عالي. انت عارف انا حصل فيا ايه؟ انا الجون دوت يعني انت عارف انا كنت قاعد طبعا يعني مع اصحابي والدنيا هص هص والناس كلها بتتفرج على الماتش ساعات بيبقى فيه الارسال ديلي ثانيه او ثانيتين فانا قبل انت يعني انا بتفرج عليك قبل ما بتشوت انا سمعت الناس هيصت فانا يعني انا على ايه؟ بيقصوا على ايه لقيت بعديها بثانيه الكوره جول طبعا كان احساس رائع وعايزك تحكي لي قصه الجول ده لان انت انا عارف قصه الجول ده يعني مش مجرد صدفه لكن تمرين اتكرر كذا مره قفشه يعني كابتن يعني طبعا الحمد لله يعني ده اغلى جون في حياتي واتمنى ان انا في الماتشات الكبيره اللي زي كده اتمنى ان انا يا رب اجيب اجوان دايما عشان احقق بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله بس الجون ده بالنسبه لي يعني اغلى جون في حياتي لان يعني البطوله دي بعيده عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين مزبوط. وكل جماهير مصر وجمهور النادي الاهلي كان مستنيها لكن زي ما قلت حضرتك انا الجون ده يا كابتن تقريبا ثالث جون هكرره برده يعني ماتش الوداد برده وماتش الدوجو مع المنتخب نفس الضغط بس ده تمرين يا كابتن يعني تمرين ده شغل مدرب وشغل تمرين احنا بنتمرن وبنسعى وبنحاول على قد ما نقدر حتى الجون اللي سوليه جابه ده تمرين احنا بنتمرن على الكورنر سوليه هيروح فين وده هيروح فين وده هيروح فين فهي يا كابتن طالما حضرتك بتتمرن وبتبقى عارف نازل الماتش هتعمل ايه 1 2 3 ده بيخليك تنجح في الماتش قرار التصويت على طول يعني انت خلاص مقرر قطعت هتشوط يعني مفيش تردد في القرار يعني انا الشوطه اللي شطتها قبليها يا كابتن هي دي اللي خلتني اديتني دفعه ان انا اشوط الفاول انا بعد ما شطت الفاول ده كابتن انا كنت قلت الحمد ان شاء الله هجيب جول بيني وبين نفسي حتى سوليا عمال يقول لي لازم نتعب عشان نكسب اللي مش هيتعب في اخر 10 دقايق دول مش هيكسب اللي هيتعب هو اللي هيكسب وفعلا احنا كنا عمالين نجري وما نلعبش كوره بس بنجري وبنضغط وبنضرب عشان كده ربنا كان بيقول لك كده بقى بين الشوطين لا ولا كان بيقول لك اخر 10 دقايق اخر 10 دقايق في الملعب الكوره وقفت حد من الزمالك وقع فراح جايبني قال لي قفشه مش هنكسب غير لما نتعب شفت. لازم نتعب عشان نجيب جول لو ما تعبناش ربنا مش هيكرمنا صح. اللي هيتعب اكتر في اخر 10 دقايق هو اللي هيكسب بعدها ب5 دقايق جبت جول ده حصل فعلا ويمكن كمان ده الدور اللي كنا بنتكلم عليه يمكن كان الشناوي يتكلم طبعا الدش بتاع الشوطين ده يعني ده مهم وانت كمان
لازم كمان انت قفشه، يعني انت من اللعيبه الكويسه، مش لازم تكون لعيب قديم في النادي الاهلي عشان تبقى ليك صوت، انت لعيب مؤثر على المستوى الفني ان شاء الله الفتره اللي جايه. انت الله. كمان من الناس اللي تزعق، عندنا ايمن اشرف من ورا، وعندنا الشناوي، وعندنا ياسر ورامي وبتكلم على نص الملعب عمرو السوليه، يبقى انت في الحته اللي قدام انت اللي تكلم مروان وتكلم اجايه وتكلم، يعني الحته دي كمان مهمه، لانك انا عارف انت عندك الامكانيات ديت وعندك امكانيات فنيه كبيره جدا. فبغض النظر الناس، انا شايف الناس بتتكلم ان قفشه بقى له 3 ماتشات، انا شايفك، انا من وجهه نظري شايفك من احسن الفترات اللي انت بتلعبها في الفتره اللي فاتت، لان في ناس ما بتشوفش الدور التكتيك اللي انت بتلعبه، امتى تقف على الكوره وامتى تطلع الناس وامتى تهدي الملعب وامتى ما يكونش في ميز باص. فانا شفت دوت، وانت يعني انا بحييك، انت من نجوم الكبار، وان شاء الله باذن الله لا عندك اكتر ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، طبعا بشكرك على الكلام ده، بس فعلا والله يا كابتن يعني حضرتك، يعني انت حضرتك دربتني في انبي صحيح، كنت انا عندي تقريبا 17 سنة، كنت لسه صغير في الفريق الاول، ولعبت مع حضرتك وكنت ماشي كويس، وكنت ساعتها كنت في الرجاء اعاره لو حضرتك فاكر، وانت طلبتني ان انا ارجع مع حضرتك. كان ده فريق ممتاز، فريق مطروح، كان رحت اعاره، كان في الممتاز، لعبت معاهم 6 شهور يعني الحمد لله، والكابتن هاني ساعتها رجعني انبي ولعبت معاه. كنت دايما يا كابتن احب التمرين، احب اتمرن، التمرين حلو اتمرن، الكابتن يقول لي ماشي انا التمرين كان كويس طبعا التمرين كويس، ما دايما بنتفرج على فيديوهات لالماني، كان في كوره كتير التمارين، هو دايما لعيب الكوره عايز التمرين اللي فيه لعب كوره. احنا لعيبه الكوره عامه ما بتحبش البدن، ما بتحبش الجري كتير، خلي بالك الكوره كمان، الكابتن هنا عارف حاجه زي كده اكيد، دايما الكوره فيها بدني اكتر، البدني بالكوره اصعب، تقسيمه وباص، ده في حاجات كتير طبعا. بس فالحمد لله ان شاء الله. وانت ليك كان تجربه في انبي وتجربه في بيراميدز، وكانت انبي مش تجربه، انا انبي لعبت 11 اكيد سنة. انت كان، انا قصدي تجربتين يعني او مرحلتين طبعا، بس كانت في الفتره ديت اكيد كانت عينيك على الاهلي طبعا صح؟ ايوه طبعا. احكي لي بقى عن التجربه دي، لانه كان بيحكي لي تحت الهواء انه لا يعني انه الاهلي غير، لا طبعا ما حدش يختلف على كده، اللي يقول غير كده يبقى مش بيقول الحقيقه، يعني هي الحقيقه اللي الاهلي غير اي حد او غير اي نادي، يعني ده طبيعي وكل الناس عارفه ده. يعني انا لعبت في الاهلي مثلا السنه دي مثلا 10 ماتشات، 10 ماتشات دول بالنسبه لي بال100 ماتش اللي انا لعبتهم في انبي وبيراميدز والرجاء، مع كل احترام ليهم طبعا، يعني انبي ده بيتي وهو اللي رباني وهو اللي عملني، لكن الماتش في نادي الاهلي، يعني ماتش نهائي افريقيا زي ده في الاهلي كل العالم بيتفرج عليه. طبعا بلعب في بيراميدز وبلعب في اي فرقة، احترام كل الانديه، لكن النادي الاهلي في حته ثانيه دايما. طبعاً انا عندي الاهلي كابتن، هو دايما اللي بيصنع في حته ثانيه خالص. ونرجع لاجواء الماتش، لان الماتش نفسه كان فيه احداث كتيره قوي، كان صح الاحداث الكتير دي مرت على علينا بشكل صعب، انا كنت بتفرج من بره فعارف مر وقت صعب قوي علينا وبطيء قوي يا كابتن، وفي نفس الوقت أوي. احساسك بقى في الملعب واحساسك انك بتحس ان في لحظه من اللحظات ان لا ربنا يستر الماتش ده يخرج من ايدينا. امتى اللحظه دي حصلت؟ اللي هي الكوره اللي في العرض بتاعت زيزو، هي بتاعت زيزو. انا كنت يعني بتاعت حسين لما ضاعت عادي، انا ما والله قلقتش. يعني دي ما قلقتش منها، ما قلقتش ليه يا كابتن؟ لان احنا خلاص بدانا نوصل اكيد، طالما ضيعنا هنوصل اللي بعدها هنجيب، وده اللي حصل بعد كده. يعني انا رحت شوت واحده، مش عارف السوليه شوت واحده، مروان مثلا ضيع واحده، فبعد كده جبنا، غير لما ما توصلش خالص يا كابتن هاني. صحيح، لو وصلت في واحده هتبقى التركيز ازاي ما توصلش. ساعات وانت بتحس اللعيب انك لو الكره دي ما جاتش يبقى بشكلها ربنا مش رايد، يعني الناس بتقول كده، يعني فاهم انت بتحس في الملعب ان لو ربنا رايد كان جد. ما احنا يا كابتن بعد الكره دي لو حضرتك خدت بالك وصلنا بقى كذا مره، بعديها مرتين ثلاثه، لكن كره زيزو بالنسبه لي انا كنت واقف وراه وهو بيشوط، فانا شايفها بقى رايحه. انا عمال اعمل كده، مش جسمي اتوتر في الكره دي بصراحه، كنت قلقان ان كانت في وقت كنا خلاص في الدقيقه 60 او حاجه، والجون يا كابتن هيجي انت عارف ممكن كانوا يدافعوا يقفلوا الملعب، هو اللي كان هجيب جون بعد واحد واحد، ماتش اعصاب كمان. بالظبط، فكانت هتبقى بالزبط. الدنيا صعبه، فدي بالنسبه لي اصعب لحظه يعني في الماتش، لكن احسن لحظه طبعا الجون، يعني اكيد طبعا اكيد طبعا. ده انت قلشت كتير قوي يا قفشه، كل اللي جوان دي قلش. لا ما شاء الله رب تقلش يا كابتن، بس تيجي جوان. لا طبعا ما شاء الله، يعني انت باين حتى وانت حتى في الرجاء وفي ام بي رجليك مظبوطه على الجول بشكل كبير، غير فتره العارضه يعني بس فتره العارضه كنت بحط ببطن رجلي. بالظبط، لكن الاجوان الجامده دي بوش رجلي. وخبري بتاع طارق حامد برده كان جامد جدا، انا عايزاك برده تحكي لي عنه، لانه يعني الناس علقت عليه جدا يعني. مش عارف انا لقيت السوشيال ميديا مقلوبه عليه، اتقلبت. بس عادي يعني، شايف دي حاجه عاديه في الكوره، يعني اللي اي حد ممكن ياخد كوبري. طب ليه علقوا؟ ليه وقفوا هنا؟
احنا جمهور مصر كده، الاهلي والزمالك دايما بيحبوا يعني، الاهلي عايز ياخد لقطه والزمالك عايز ياخد لقطه عشان تبقى الدنيا حماس يعني وحلو، لكن هي ما بتقللش من حد يعني. اتكلمنا على الفتره الاولانيه خالص بتاعه الرجاء، انت اصل انت حسيت واحنا مثلا سام بتقول لك انت شاركت في كذا، كنت مصمم تذكر طبعا نادي الرجاء. لعبت معاهم يا كابتن 6 شهور والله العظيم يا كابتن، كنا بنروح التمرين بعربيه ميكروباص 2015. كنا بنروح للتمرين يا كابتن، كنا قاعدين في 21 بنروح الملعب بعربيه ميكروباص ونرجع بعربيه ميكروباص. عايز اقول لك يا كابتن انا قعدت في 21 اسبوع انا كل يوم بفطر كبده بتعشى كبده وبفطر عليه، مفيش يا كابتن ما نعرفش حاجه. انا ومحمد عبد الله احنا ما نعرفش حاجه هناك يا كابتن، نطلع هو المحل ده اللي موجود هو بتاع الكبده بس ما بنقولش غير منه والله العظيم. بعد كده بقى قدرنا نعرف الدنيا بتاع مشينا، بس طبعا يعني الفتره دي فرقت معانا، فرقت معايا حضرتك رجعتني امبي عشان شفتني في الحته دي، انا شفتك بالظبط في الحته بس دي بس، فعشان كده انا رجعت امبي. لو انا ما كنتش كويس في العرم ما اعتقدش انا كنت هرجع امبي يعني. بس فالشباب بتوع الرجاء بصراحه يعني انا عملت هناك جبت جونين في 6 شهور وعملت تقريبا 5 اسيست. لا عملت حاجه كويسه جدا، هاي كنت هاي في الفتره دي فدي فرقت معايا بصراحه يا كابتن. زدت خبرات طبعا، اللعب دايما في الدوري الممتاز بيزود اكيد بيفرق مع اي لاعب. علاقتك مع موسيماني الكل ملاحظها، ويمكن في تعليمات افتكر ان هي بتبقى خاصه او تعليمات منفرده من قبل موسيماني القفشه، ايه بقى سر العلاقه دي؟ وان هو كمان فرق يعني على المستوى البدني معاك انت قفشه تحديدا، كلمنا عن علاقتك مع موسيماني. هو دايما يعني هو كابتن هاني هو مش مدرب كويس لكن هو مدرب عبقري، وانا بصراحه دي وجهه نظري. هو كابتن مش اللي هو الحاجات السهله اللي هو لا انت تقدر تلعب بس صعب العبه، اعمل ريسك بس طالما انت قادر انك تعمل ده اعمله. فهو كابتن لا فكره كبير جدا بصراحه، بيديك مساحه تتصرف بموهبتك. ما هي دي بقى كابتن اللي هو عارف ان قفشه مميز في دي، لا اعملها بحتك، مش هقول لك باصي وما تباصيش لا اللي انت شايفه ظروف الملعب وظروف الماتش اعمل ده. فهو بصراحه مديني الحريه في الحته دي بالظبط، اللي انا واحنا بنهاجم الحته اللي انت عايزها، حسين الشحات دخل جوه اطلع انت بره، طلع بره خش انت جوه، حريه اعمل اللي انت عايزه. فدي ميزه بصراحه. وهو دايما بيتكلم معايا ان انا لعيب يعني امكانياتي مختلفه، هو هو مؤمن بيك بالظبط، مؤمن بقدراتك. فهو كابتن انا عارف ان انا قادر تعمل كذا بالظبط، فبقول اعمل ده. وهو كمان خلي بالك في بيبقى في مدير فني شايف ان قفشه يقدر يعمل ده بس ما بيدوش الحريه في ده يعني، هي دي اللي كانت يعني حصلت معايا مع مستر فاير. فهو ده الفرق، ان مديك حريه وانت كمان حاسس انه عنده ان انت عندك ثقه فيه كمدرب، هو عنده ثقه فيك فبتلعب بحريه، وده اللي شفناه من خلال ادائك يعني، بتلعب بحريه مش خايف تغلط بمعنى اصح. بالظبط كده، ما هي دي يا كابتن بتريحني يا كابتن، اللي انا العب براحتي هلعب لصالح الفرقه، انا مش لصالح قفشه بس، لا العب لصالح الفرقه، هدافع وهاجم بس اللي انا عارفه اللي هو بتاع شخصيتي. أيوة لو انا العب فري والدنيا نفسها زي ما حضرتك قلت ماشي، مفيش حاجات خاصه معاي. بتبقى في مباراه كبيره زي دي بيقولها لك يعني، مباراه طبعا مباراه تاريخيه، مباراه كبيره جدا. امبارح قال لي بصراحه قبل الماتش حاجات بقى، قال لك ايه امبارح بتكلم معاه يعني قبل الماتش وكده، فانا حسيت زي ما قلت لحضرتك ان هو اتكلم كتير في المحاضره. قال لك بالعربي ولا بالانجليزي؟ لا انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. انت اللي بتعلمه عربي؟ نعم لا بيعلمه عربي وبيقول دلوقتي من 1 ل 10 لسه ادي الراجل شويه. الحمد لله وصباح الخير والحاجات دي، هو بيقولها لي بالعربي وانا اقول له بالانجليزي. بس بدات يعني اتعامل مع شباب. بس انت اللي بتعلمه يا شباب. يا رجاله بس انت اللي ماسك النهارده، انت اللي بتدي له الكورس ده. انا عشان هو عارف ان انا امكانياتي في الانجليزي محدوده، انا ما عنديش انجليزي الحمد لله، فبحاول معاه هو يديني دي وانا ادي له دي. بس عايزين قول لي بقى قال لك ايه بقى التعليمات. عايز اشكر عمرو جدا، عمرو محب. عمرو محب عايز اشكره جدا جدا، لان برضو يا جماعه الحاجات والديتيلز الصغيره دي بتفرق. انا في اعتقادي ان عمرو محب كمان من الناس اللي تستاهل ان نقول لها مبروك، وكان جزء مهم جدا في بطوله افريقيا. شخصيات محترمه جدا قوي قوي يعني. فالمهم جيت قبل الماتش يعني انا حسيت زي ما قلت لحضرتك ان هو اتكلم كتير وفي حاجه يعني مش على طبيعته. فبتكلم مع عمرو بقول له كوتشي قلقان؟ فعمرو ساله قال له لا انا مش قلقان، انت قلقان؟ قلت له لا انا ما بخافش من الماتشات لكن بحترم الناس اللي قدامي طبيعي. فراح قال لي بص انا جيت هنا عشان اصنع التاريخ وانت معايا. والله يا كابتن انا قال لك كده؟ والله قال لي كده، رحت سايبه وماشي ما اتكلمناش تاني بعد هو خضك. انا رحت قايل له قلت له انا هجيب جون وهجي لك فعلا والله العظيم، قلت له انا هجيب جون ان شاء الله النهارده وهجي لك حبيبي. خلاص هو الكلمه اللي قالها لي قالها لك بقى خلاص خلاص يعني. انا هقول ايه؟ لعيب عندي 24 سنه بلعب في اكبر نادي في افريقيا وبينافس ريال مدريد على اكتر بطولات في العالم، ريال مدريد 1 الاهلي 2، واول سنه ليا في الاهلي ومدرب بتاعي بيقول لي كده كفايه طبعا. هرد اقول يا كابتن سكت والله يا كابتن، قلت له ان شاء الله هجيب جون واجي لك.
وده اللي حصل. بس جبت الجون بدور عليه مش لاقيه، لقيته بيحتفل مع اللعيبه. ما هو كله بيني وبينك كله بعد ما طلع جرت والله يا كابتن ما لقيتوش، انا لقيته بيلف الملعب. ايوه انت ما جريتش عليه يعني اللقطه اللي جت عليه بس انت... ما هو الصوره على شاشه في الكاميرا، هو مستر موسيماني كان بيجري في الملعب يعني ما جريش. لا جري عندنا عند كورنر، جري ناحيتك وانت رايح. فانا لما قلعت التيشيرت انا جاي عليه عشان ابص عليه، ما لقيتوش، راح جري على الجمهور. مكمل على الجمهور. ايوه لان انا توقعت انك تعمل كده يعني. توقعت ان اول لقطه بعد الجون ده انك هتجري على موسيماني، بس ما حصلش. لان هو ايه زي ما حصل في الوداد بالزبط. اول واحد جريت عليه بعد بس هو في الوداد عشان هو قال لي هتضغط وهتقطع وهتجيب جول، عشان كده رحت له. بس فانا امبارح قلت له، بس يعني لما غيرته كده انا رحت له بقى بعد. هو كان باني عليك امال. مين تاني قال لك هتجيب جول في الفرق؟ الشيخ ده تاني ماتش الوداد قال لي انا صليت الفجر وهجيب جول النهارده. امبارح برضو قال لي احمد شيخ، قال انا صليت الفجر وانت هجيب جول. ده قبل يعني ليله المباراه نفسها. مين بقى كابتن؟ محمود صلاح ابن عم صلاح اللي معانا في الفريق في غرفه الملابس. قال لي ايه من اسبوع؟ قال لي اقسم بالله قفشه انا حلمت لك حلم انك هتجيب جول في الدقيقه 82 من ضربه، اقسم بالله، وشوطه. ده متفسر. بعد الماتش انا لقيت نفسي جايب جول في الدقيقه 86، فرحت متفسر. النهارده محمود انت كنت بتتكلم بجد ولا انت بتقوله كده مثلا ولا انت حلمت؟ قال له والله حلمت. على فكره في ناس كتيره جدا حلمت. طبعا لازم نتزوج بقى. لا لازم لا في ناس كتيره حلمت وفي ناس كتيره قوي شافت رؤى. انا قلت لك هجيب جول بس انا بتكلم على التفاصيل الصغيره دي. متفسر متفسر. يعني غريبه بصراحه بس الحمد لله يعني. والدتك قالت لك ايه؟ امي دي ست الكل. قالت لك ايه؟ هي ما قالتليش قبل الماتش. امال ايه؟ هي قالت لي بعد الماتش. انت كنت في المعسكر اصلا بعد ابو قير، قعدتوا 5 ايام بالزبط. من حد للخمس دايما بكلمها وهي دايما بتدعي لي ان انتوا ان شاء الله هتكسبوا. لا بس هي بعد الماتش، انا امبارح بعد الماتش كنت هنا، رحت البلد احتفلت مع اهل بلدي. انت منين يا افشه؟ انا من قنبره. دي هنا بعد نهي. من ايه؟ من قنبره. بعد نهي هنا بلد الكابتن ابو تريكه. فلما رحت وكده فهي الليله اتفاجئت بتقول لي عارف يا محمد اقول لك على حاجه، وانا قاعد انا وابويا واصحابي. قلت لها قول يا ام حبيبتي. راحت قايله لي انا صليت الفجر امبارح وجالي في الحلم ان انت هتجيب جون. كابتن ابو تريكه بيقول، بيقول لها كده في الحلم فعلا. والله هي اللي حكت لي كده، قالت لي انت هتجيب جون النهارده. كابتن ابو تريكه قال لها محمد هيجيب جون، فراحت صلت الفجر ونامت. فما قالتليش قبل الماتش. ما حبيتش قالت لك بقى. قالت لي امبارح. قلت لها طب ليه ما قالتليش؟ قالت لي لا ما كنتش عايزاك ان انا اقول لك على حاجه وتوتر وتشد. فاستغربت بصراحه برضه. كانت عايزاك تلعب براحتك. دي حاجه من الحاجات اللي انا بستغربها يعني. سبحان الله في حاجات بتحلم بيها فعلا بتتحقق. ده بيدل احنا عايزينها على التليفون معانا. ايهاب يا جنيد يا ريت تجيب والده قفشه على التليفون عشان برضو قفشه دي ليها علاقه بوالده قفشه. نامت بينام واحد الساعه 11. طب هي مش عارفه ان في النهارده سهره مع هي اكيد صح، بس بقول ممكن يعني اكيد. اكيد بتتفرج يعني بدري. اكيد بتتفرج على ابنها يعني. بيصحوا بدري يعني. طب ده بيدينا كمان يعني بيدينا كمان قد ايه الماتش ده كان مهم لناس كتير يعني. اهلك واصحابك وحتى الناس اللي قريبه منك كانوا بيحلموا بحاجات يعني ان احنا نفوز بالبطوله او النادي الاهلي يفوز بالبطوله بمعنى اصح. تفتكر ده جزء كان موتركم شويه؟ والله يعني احنا ما كناش بننام والله يا كابتن. ما كناش بننام في الملعب بنفكر. كان في شويه توتر شويه. طبعا يا كابتن مش يعني كان ده باين عليكم في الملعب؟ طبعا لا كنا متوترين وخايفين على خايفين عايزين نكسب الجماهير. خايفين ان احنا نخسر الجماهير تزعل. شوف النهارده يا كابتن لما ربنا كرمنا وكسبنا كل الناس مبسوطه. الواحد بيمشي في الشارع عايز يرقص ويغني ويسلم على الناس لحد دلوقتي وحياه ربنا لحد دلوقتي لحد دلوقتي الناس لسه باعلام الاهلي ولسه طبعا طبعا فرحه بطولة كبيره بطوله تاريخيه وبقالنا 7 سنين الاهلي ما خدهاش. لا بس القلق ده كان اكتريته قبل الماتش ما يبدا ولا في وسط طول الاسبوع ده اسوء ايام الايام اللي بنعمل فيها مسحه. طبعا مستنيين يا كابتن يعني انا مثلا بنام الصبح هعرف المسحه. تخيل يا كابتن انا وانت صاحي الفطار الدكتور قال لك ما تطلعش من الاوضه. انت عندك مثلا قدر الله موقف نفسيا يا كابتن ده متعب يعني. هو اكتر ما هو مرض او متعب سواء برد او الكلام ده كله بس هو نفسيا مش حلو. طب انا عايز اسالك في النقطه دي حاجه. لما اتعرف بقى من مسحه الكاف قبل ساعات قليله جدا من المباراه النهائيه ان وليد مش هيشارك، ديانج مش هيشارك، وطبعا صالح جمعه ربنا يشفيهم يا رب الثلاثه ويشفي ابن وليد كمان سليم حبيبي. قبل انتوا خلاص يعني عرفتوا ده على غفله بالظبط. ده الترتيب اوراقكم اتغير، انتوا بقى كلعيبه بينكم بين بعض كلامكم اتغير، ايه اللي دار ما بينكم؟ ان وليد مش هيلعب، ديانج مش هيلعب بالظبط.
اللي هي المشكله كلها اللي اصلا الكابتن وليد وصالح كان عندهم يا كابتن هاني قبل الماتش، فاحنا كل همنا اللي هم لما يعملوا المسح ان شاء الله يبقوا ايه، يبقى سلام. ما توقعناش يعني ديانج، ما توقعناش، ما مش في دماغنا. احنا قلنا يا رب احنا كل دعواتنا ان احنا كل الناس تطلع سليم. طبعا فاتفاجئنا هو ديانج يا كابتن، يعني احنا بالليل هو حس بحاجه فقال للدكتور، فعرفنا الصبح خلاص. يعني هو عمل مسحه ثانيه قبل مسحه الكاف، كان حاسس قال لي عمل مسحه الكاف. فبعد كده بقى عرفنا بقى اللي ديانج مش هي بس، والكابتن وعرفنا اللي كهربا بقى كويس، وجي معانا التمرين ودخل معانا المعسكر وبقى معانا في الماتش. فهنعمل ايه يعني في ظروف وتحطنا فيها، واحنا الكابتن بقى حسينا بقى بالموقف اكتر لما الناس بتروح مننا. احنا حتى هم بيقولوا في لعيبه اللي هي بتلعب في الاهلي من زمان يقول لك احنا نادي الاهلي في المواقف بيبان فينا الرجاله، بيبان هو دي مواقف الرجاله. فده فعلا اللي حصل. كنتوا متابعين كمان الحالات في نادي الزمالك يعني؟ كنتوا كمان انا كنت شخصيا متابع كده. يعني كنت بتعرف برضو مين في نادي الزمالك، مين الناس اللي يعني ربنا طبعا يشفي الجميع، مين اللي جاله كورونا. انا عرفت كمان، انت عارف حضرتك عبد الله كمان لعب معانا في انبي حضرتك. فانا كلمت عبد الله اطمنت عليه، واتكلمت الونش اطمنت عليه، بس اوباما ما عرفتش اوصل له يعني، كنت عايز اطمن عليهم بس. لكن دي روح جميله والناس لازم تعرف الكلام ده يا مجدي، عشان انت عارف الناس والشحن اللي داير حوالين مباراه القمه. اكيد نادي الزمالك قدم مباراه جيده، ولازم الناس دي تعرف ان حتى مجدي قفشه من خلال المعسكر لما عارف ان الونش يعني جاله فيروس كورونا بيحاول يتصل بيه بيطمن عليه. فهي دي كمان يا جماعه الروح اللي عايزين ننقلها او نوصلها لكم، ان لعيبه النادي الاهلي والزمالك هي دي الروح اللي ما بينهم. فما فيش داعي لكل ما يثار بعد يعني التحفيل ومش التحفيل، كل ده بره بعيد تماما عن الرياضه بشكل عام يعني. صح يا كابتن، انا معاك طبعا في النقطه دي. احنا طبعا يا كابتن كلنا كمان اصحاب يعني، انا مثلا انا وطارق حامد في المنتخب كل يوم نزل صوره نزل صوره، احنا اصحاب. طارق امبارح في الماتش عمال يضرب فيها في الملعب ويموتني، وانا اضرب ده دي دي ده بس خلصنا الماتش خلاص، احنا اصحاب جوه الملعب. انا مش هرحمك لان انا عايز اكسبك طبيعي، انا عايز النادي الاهلي يكسب وعايز فريقي تكسب. فالطبيعي حتى لو بلعب يعني لو اخويا او ابويا بيلعب ضدي انا هكسب اخويا وابويا، اكيد دي كوره. لكن هطلع بره الملعب لا، انت اخويا وصاحبي واحترمك ونحترم بعض وكل حاجه. فلازم الناس تبقى عامله الحته دي يعني. انا عبد الله اعرفه من زمان يعني، نفس الكلام الونجي كان معايا في المنتخب. صحيح. يوسف اوباما برده كان معايا، زيزو كان معايا يعني. في لعيبه كتير في الزمالك كانت معايا اعرفها. فلا احنا اطمنت عليهم بصراحه، ولحد دلوقتي يعني بكلم عبد الله والونجي كمان عشان اطمن عليهم. دي روح دي روح طيبه. طب تاثير غياب وليد سليمان، هو كابتن وليد اصلا ان هو يبقى موجود معانا حتى لو مش هيلعب، ده لينا احنا، شرف لينا يعني. كابتن وليد قيمه كبيره ومن الشخصيات المحترمه وتاريخ كبير في النادي الاهلي. فانا شخصيا انا بعشق كابتن وليد يعني، من الناس اللي بحبها جدا وبحبه يبقى موجود يعني. انا قاعد جنبه في الاوضه دايما بحب اتكلم معاه وبحب اسمع منه على طول، بسمع من الكابتن وليد وبتكلم معاه بصراحه. طبعا من الشخصيات اللي انا بحبها. طبعا بنحب وليد، ويعني على مستوى القياده الحمد لله رجع النهارده يا كابتن. رجع سليم النهارده. الحمد لله صحينا طلع صحينا بتضحك علينا. والدتك صحيه وبتتفرج هي واخوك. اخوك اسمه ايه؟ طه. الكبير ولا الصغير؟ هو الكبير. انا هو الكبير. ازيك يا ام محمد؟ الله يخليك. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. اللي مصحيك مبروك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ الف مبروك عليكي والف مبروك على محمد. منورنا والحمد لله. الحمد لله دعواتكم ليه؟ دعوات حضرتك. دعوات حضرتك انت والله. انتوا نفسكم معانا برضه. لا يا حبيبتي، احنا كلنا كنا بنقول يا رب يا حاجه يعني، ما كناش بنقول غيرها. كلنا قاعدين تحت رضا ربنا علينا. صح. كلنا ونعم بالله يا حبيبتي بالله. ونعم طبعاً بالله. دعواتك لمحمد، وكان بيكلمنا كمان على حلمك الجميل انك يعني يعني كمان انت بتفكري ومشغوله جدا بمحمد لدرجه بتحلمي له، وهو قال يعني ان هو اتصل بيك وقلت له انا حلمت ان انت جبت جون وما رضيتيش تقولي له قبل الماتش، يعني ما حبيتيش تقولي له الحلم ده قبل الماتش. عاوزاه يعني ما يتفطرش ويبقى في قلق كده يلعب، وربنا ان شاء الله معاه وان شاء الله يعمل اداء كويس. حبيبتي ربنا يكرمك ان شاء الله. يخليهم لك كل ماتش تجي له رؤيه ليه حلوه. خلوا ايده ممدوده بالخير وكويس وقلبه ابيض كده، وربنا الحمد لله ينوله كل حاجه حلوه هو بيتمناها. يا رب يا رب يا حبيبتي، طول ما هو رضيقي هينول كل حاجه حلوه. لا الحمد لله محمد، ربنا يرضى عليه ويزيده كمان وكمان يا رب. انسان كويس ومحترم والحمد لله، بيحب اي حد، بيحب الصغير والكبير. صحيح باين عليه وجدع قريب والله. الحمد لله.
هو كم بقى عايز اسالك يا محمد بقى طريقته وهو الصغير وبيلعب الكوره وحب للكوره ده، انت حضرتك لاحظتيه امتى وهو في سن قد ايه؟ يعني احكي لي كده تفاصيله وهو صغير وعشقه للكوره دلوقتي. هو كان عنده حوالي 4 سنين وكان عاشق الكوره هو وطه. عشان والدهم برضو كان بيروح على طول بيلعب، وهو كان الحاج بقى بياخده معاه في كل حته وكده. محمد بقى اتعلق بالكوره ودماغه بقت كل حياته كوره، هو وطه الصراحه. مش خايفه عليه من الدراسه انه يبعد عن دراسته؟ لان يعني مرت علينا الكلام ده، والدتي كانت بتقول لي يا ابني مالك ومال الكوره، ما تروح يا ابني مدرستك ودراستك. والله قلت بس هو كانت حياته الكوره محمد، حقيقي كانت حياته الكوره، ما كنتش اقدر امنعه عنها. طب وطه ولا محمد في الكوره؟ هما الاثنين طبعا. طه بيلعب ايه؟ الكل بيقول طه. لا ما بيلعبش في نادي. لا عارفه بيلعب مركز ايه؟ لا ما لعبش 11، هو بيلعب خماسي مع اصحابه كده ودورات كده مع اصحابه. هو لعيب كويس والله. طب ليه ما شدتوش حته؟ كان طه في التعليم اكتر مني. اوكي. لكن انا كنت بتاع مشاكل بقى وكوره وبتاع. طب ليه حاجه ما عملتلوش كبده جملي امبارح كان عايز ياكلها، ما عملتيهاش ليه؟ بص هقول لحضرتك، قولي لي يا حبيبتي، ما كنتش في وعي خالص. وربنا اللي يعلم بيا الساعة بتاعت الماتش ديت بتاع الشوط الثاني ما اعرفش عدت عليها ازاي. كنت حاسه بنفسي خالص والله. كلنا كنت بعمل ايه؟ كل اللي الحمد لله كنت بعمله ان انا متوضيه وبصلي وبسجد لربنا. بس ما تابعتيش الماتش؟ ما شفتهوش ولا ما شفتهوش؟ بتقولي كنت قاعده في الجنينه حبيبتي. كنت قاعده بره بقى، وبصي حضرتك انا الدموع دي ما بطلتش تنزل. كانت الدموع بتصحي كده وبعيط، وربنا اللي يعلم. جيت اول ما الجون جه سجدت لربنا وما كنتش عاوزه اقوم من الارض. لا الحمد لله حاجه، بس عملتها له الصبح يعني الحمد لله واكلها الصبح. ما اكلتهاش؟ لا اكلتها بره. لا بيقولوا لي بجد والله مش هي برضه اللي عاملها لك؟ والله بيقولوا لي معلومات مغلوطه. هو حضرتك يا حاجه دايما ما بتتفرجيش خالص على محمد وهو بيلعب، ولا الماتش ده بالذات يعني كان ماتش كبير فما حبيتيش كده؟ والاجوان بتيجي في الاول واعرف خلاص ان الحمد لله كده. يا عايزه الجون تطمن، عايزه تطمن. الماتش مشدود، ابص تلاقي قلبي بقى يقعد يدق كتير. ما كلنا صحيح والله بستحمل، اقول لا انا وابو طه عندنا بقى يقول لي ما تعصبنيش خلينا هادي كده. ابويا بتاع كوره والله. بيقعد يتفرج ويقعد يتوتر. ابويا لو انا ضيعت انفراد يقوم يزعق ويتشد، ولو جبنا جون يقوم يفرح ويرقص. هو طه كوره طبعا كويس، مش عندنا العيله كلها اهلاويه ثالثه شمال. لا اصل ابويا كمان بيلعب كوره. يعني عارف كوره، بيلعب لحد دلوقتي ويروح يلعب مع اصحابه. خماسي والله لغايه دلوقتي ما شاء الله لحد دلوقتي مع اصحابه هيجري كده. حلو قوي. رد فعله ايه برضه يا محمد؟ لا انا لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي انت فين؟ قلت له انا جاي لكم البلد. خلي اصحابي كلهم. بيقول لي تعالى الحق ابوك. بقول له ماله؟ قال لي عمال يلف البلد. هو اللي بيجري. العيال شايلينه هو عمال يلف البلد. عمال يلف البلد. طبعا. يوم ما رحت الاهلي يا كابتن انا اتفاجئت. انا ابويا يعني في حاله، يعني هو طيب كده يعني بتاع شغله من البيت ما بيتكلمش كتير والكلام ده كله. فاتفاجئت يوم ما رحت الاهلي بقول لهم بتعملوا ايه؟ قال لك ابوك بيضرب صواريخ. ابويا مين؟ بيحتفل بيضرب نار مثلا. ما في، انا ما اتوقعش اللي هو يعمل كده لان هو هادي يعني. لا بقيت اتفاجئ. ما توقعتش ان والدك هيعمل بيعمل. مستحيل يا كابتن. انا ما انا عايز اشوفه بقى. لقيتهم هم بقى مصورينه وبتاع. اتفاجئت. طب طه حبيبتي. معانا طه؟ اخو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا طه. الله يبارك فيك يا كابتن هاني. الله يبارك في حضرتك. يعني بنقول لك مبروك، وبنقول لك طبعا اكيد فخور باخوك الصغير اللي يعني عمل بطوله كبيره جدا جدا جدا، وان شاء الله المستقبل لسه قدامه ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا كابتن هاني فخور بيه طبعا، وبدعي له على طول ربنا يوفقه باذن الله. يا رب. ما لعبتش كوره ليه؟ انا الحمد لله يعني هو بيكمل المشوار بتاعنا. طب والدتك حلمت ان هو هيجيب جون، انت بقى ما توقعتلوش حاجه؟ ما قلتلوش حاجه قبل الماتش؟ لا انا على طول بكلمه قبل الماتش والله، وبحفزه على طول وبقول له ان شاء الله انت لعيب كبير وعندك كتير وهتيجي معاك على طول. الكره كانت دايما تيجي في العارضه، بقول له ان شاء الله هتيجي معاك وبحفزه ان شاء الله على طول الحمد لله. طيب انا بشكرك جدا يا طه. شكرك يا طه ومبروك. وانا عارفه
احساسكم يعني احنا كجماهير واحنا في بنتابع الماتش في اي حته كنا بنتابع الماتش احساسنا وكان عامل ازاي؟ ما بالك بقى الاسره، ما بالك بقى العيله، يعني اقرب بقى يعني اقرب ناس من اللاعب يعني ايا كان. فربنا يكون في عونهم وكان في عوننا الحمد لله رب العالمين. خلصت على خير وتم تتويجنا في اللحظات الأخيرة زي ما بيقولوا. أنا هطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع لأن في حد يعني عزيز علينا طالب أغنية الأهلي كيان، فاحنا هنسمعها في البيت الكبير ومكملين معاكم في البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم ونجمنا الكبير محمد مجدي قفشة صانع السعادة. مرحب بيك تاني محمد. ودايما الأهداف ليها بريق خاص وخاصة الأهداف الحاسمة، يعني الاهداف الحاسمه. انت كان ليك دور كمان اعتقد مباراه الهلال السوداني، كان الهلال السوداني الماتش اللي كنا احنا لازم نكسب عشان نصعد. بالظبط، وكان برضه واحد واحد. الهدف الحاسم وكمان يعني الهدف الاغلى في حياتك لغايه دلوقتي زي ما انت بتقول يعني هو طبعا ان شاء الله. كنت بتكلم انا وانت على كاس العالم للانديه، كنت بتناقش معاك وانت قلت لي طب لو يعني بالظبط يعني كمان ده طموح حلو قوي، وطموح كمان يخلينا ان شاء الله باذن الله نستعد بشكل كويس قوي لكاس مصر. انت عارف عندنا مباراه في كاس مصر، مباراه مهمه، ووارد جدا ان احنا نقابل كمان نادي الزمالك يوم 5 ديسمبر. فالخطوات اللي جايه ازاي وطموحاتك على المستوى دلوقتي، بنتكلم على المستوى المحلي كاس مصر، بنتكلم على مستوى الافريقي السوبر الافريقي، ومستوى عالمي كاس العالم للانديه. دي بقى كابتن احنا ان شاء الله مركزين اللي احنا اهم حاجه بس ماتش بعد بكره ده اللي هو بعد يوم الثلاث بعد يومين ان شاء الله، ماتش اتحاد السكندري. احنا عايزين نكسب ان شاء الله ونشوف بقى اللاعب مين، يعني سواء الزمالك او الجيش الفرقه اللي هتكسب. بس بامر اللي احنا مركزين على البطوله دي ناخدها، بعد كده هنخش على السوبر اللي هو الافريقي. انت عارف تقريبا يا كابتن بعد كده الدوري هيبدا. طبعا 2 ديسمبر هيبدا 2 ديسمبر وانت عندك ماتش يوم 5 كمان مع الزمالك. بالظبط، والنهاية اللي هو السوبر فيك يوم 10 11 ديسمبر دوري. يوم 10 يوم 10 وان شاء الله طبعا كاس العالم. يعني انا امنيه حياتي من انا تقريبا كاس العالم، مش عارف الاهلي لعب اخر مره 2006 تقريبا لما خد بطوله افريقيا كابتن ولا لعب صح؟ يعني لا الاهلي لعب بطوله جاب فيها جون فاول السادس مره، اللي بطوله جاب فيها جون فاول ده كان في اليابان اعتقد. في اليابان انا الماتش ده كان تقريبا بالصبح بدري حاجه زي كده عشان كان فرق التوقيت. بالظبط كده، انا كنت بتفرج على الماتش ده انا واصحابي على القهوه، ما رحناش المدرسه واتفرجنا على الماتش الساعه 7 الصبح. والله العظيم انا امنيه حياتي ان انا العب كاس العالم للانديه. لا ان شاء الله ما خلاص ان شاء الله يعني خلاص ان شاء الله هتلاعب البايرن يا عم. يا رب ان شاء الله. ايه رايك في البايرن؟ كسب برشلونه 8 احنا مالنا احنا قليلين يا قفشه. لا يا كابتن ان شاء الله قليلين يا قفشه، احنا كسبنا روما وكسبنا ريال مدريد وكسبنا برشلونه. لا برشلونه غلبنا منها فلا لا لا ان شاء الله نعمل بطوله كويسه. الله اعلم ممكن ما نلعبهمش، ممكن نلعبهم في النهائي يعني ربنا يكرمنا نكسب ونلعبهم في النهائي. انت عارف ان النادي الاهلي حصل على البرونزيه المركز الثالث يعني بالظبط. يعني ان شاء الله طموح جديد وامل جديد يعني. طبعا نفسي والله يا كابتن، انا نفسي البطوله دي تبقى دلوقتي يعني نفسي. حاسس عايز العبها، عايز اسافر، عايز اشوف اللعيبه دي، عايز العب دوم، لان اللعب مع الناس ده هيبقى احلى وامتع واسهل، هيبقى اصعب عكس احنا الدوري المصري حضرتك عارف طبيعي تنشنه وجري وقوه ومان تو مان. لا بره ما فيش الاوبشن ده، يعني ميسي ورونالدو ما تعبش عليهم مان تو مان، بس بيبقوا واخدين بالهم منهم. اللي هو اللعيب ده جالك انت خده، انا مش هاجري ورا واحد الملعب كله. عندنا احنا فيه الكلام ده يعني في مصر تلاقي ممكن لعيبه يلعب على 90 دقيقه، يعني في ماتش الترسانه في الكاس بلعب ديفندر كان شيبي ماشي وراك على طول. فاول 10 دقايق بقول له في ايه؟ قال لي المدرب قال لي قفشه مان تو مان. قلت له طب انت كده مش هتظهر، انت كده الماتش اللي انت المفروض بتلعبه ضد النادي الاهلي اللي انت المفروض هتتصيد وانت كده كده يعني بنسبه كبيره انت بتلعب الاهلي فانت خسران، مع كل احترام ليهم طبعا يعني اكيد. بس يعني الفرق اللي بتيجي تلعب الاهلي في الكاس اللي هي الترسانه وابو قير بيبقوا جايين بنسبه كبيره ان هم يعني مش هيكسبوا النادي الاهلي، اما بقى لو عندهم امل لكن هو بالنسبه له مباراه يتشاف فيها. بالظبط كده، فلقيته بيعمل فبقول له طب انت كده مش هتشاف. فالمهم من هنا فضلت ايه اثبته واريحه في الكلام لحد الحمد لله ما بعد عني بقى. بس هو ده المطلوب. قلت لي ماشي على الحته دي نيمته يعني. طيب كويس. وبدا حتى هو بدا يظهر بدا يلعب بس اداني واحده هنا في الاول، فعشان كده بدات بقى ايه اخد واحده واحده. انت جاي لي بقى. انا حوار المان تو مان ده انا عارف صعب في مصر متعب موجود في العالم يعني. بالظبط كتير بصراحه. انت لحقت تتابع الصحافه العربيه والافريقيه اتكلمت عن الانجاز او الحلم اللي حققه النادي الاهلي امبارح، ولا ما لحقتش تقرا ويعني خلاص كنت بتحتفل بس بصراحة. كنت بتحتفل. انا كنت حتى ما عنديش غير الانستجرام. انا كنت قافله بقالي اسبوع اصلا يعني. لسه حمدي كان قايل انا قبل اي ماتش كبير بشيله خالص من على التليفون حتى لو تقريبا كل لعيبه التزمت يعني. حتى لو ما فيش تعليمات
جات لك مثلا من كاب ساده محبز انت من نفسك النادي الاهلي كلهم التزموا وكلهم اه النادي الاهلي ما بيخليش حد يعمل حاجه اجباري بس بياخد رايكم اه بس تعمل الصح يعني انا كابتن سيد مثلا مش هيجي يقول لي قفشه ما تطلعش النهارده لا هو يجي يقول يا جماعه ما حدش يطلع النهارده في الاعلام بس لكن ما بيقولش حد معين اجباري لا الكابتن بيخلي كل واحد يعمل الصح ايه الحاجات اللي احنا لازم نمشي عليها واحد قصاد واحد يساوي 2 صحيح لو واحد غلط في لائحه لو ما غلطش يبقى انت ماشي مع الفرقه بس فهو دايما يعني ما حدش بيعمل حاجه غصب عنه سهل الامور يا قفشه بالظبط كده طيب دي فرصه ان احنا نشوف معاك بقى والساده المشاهدين ماذا قالت الصحافه العربيه والافريقيه عن هذا الانجاز التاريخي في تاريخ النادي الاهلي حظي لقاء القرن الذي أقيم بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي أمس في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بفوز المارد الأحمر 2-1 وبالتالي الظفر بكأس الأميرة السمراء حظي باهتمام العديد من الصحف والمواقع الإخبارية الرياضية في إفريقيا وبطبيعة الحال كانت أكثر الصحف احتفالا بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والإنجاز الذي حققه على حساب زمالك هي صحف جنوب إفريقيا التي احتفلت بمواطنها بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي الذي قاد الأهلي للفوز باللقب التاسع في تاريخه قالت صحيفة ذا سيتيزن عن انتصار الأهلي وتتويجه باللقب بيتسو موسيماني يقود النادي الأهلي إلى مجد دوري أبطال إفريقيا أما صحيفة تايم لايف فكان عنوانها بيتسو موسيماني يقود الأهلي إلى المجد بينما كان عنوان نيوز 24 بيتسو موسيماني يصنع التاريخ ويحقق اللقب للمرة الثانية وقالت الصحيفة إن موسيماني هو المدرب الثالث على مستوى القارة الذي نجح في الفوز باللقب الغالي مع فريقين مختلفين حيث حقق الأول مع سان داونز والثاني مع الأهلي والطريف الأمر أن المرتين كانتا على حساب الزمالك وقالت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز مع سان داونز على حساب الزمالك في نسخة 2016 وأشارت الصحيفة إلى أن موسيماني أصبح المدير الفني الأجنبي الثانية في تاريخ النادي الأهلي الذي يتوج باللقب القاري بعد البرتغالي مانويل جوزي والذي حقق اللقب في 4 مناسبات أما بالنسبة للصحافة العربية وتحت عنوان الأهلي بطل القارة على حساب الجار الزمالك أشار موقع جوهرة اف ام التونسي أن النادي الأهلي حقق الفوز على الزمالك في الوقت القاتل وأنه نجح في فك عقدة استمرت 7 سنوات منذ آخر تتويج عام 2013 وقال موقع فوت 24 النادي الأهلي يضيف النجمة التاسعة مشيرا إلى طريقة التي لعب بها الأهلي المباراة وأنه حقق فوزا صعبا على منافسه التقليدي واهتمت الصحافة أيضا باللقاء حيث وصف موقع اليوم 24 تحت عنوان الأهلي يتجاوز عقبة الزمالك ويتوج بلقب دوري الأبطال المباراة بالتاريخية حيث جمعت قطبي الكرة المصرية وأن رفاق بدر بانون نجحوا في التتويج بلقب أمجد الكؤوس بالقارة السمراء في الأنفاس الأخيرة بعد أن كانت النتيجة تتجه إلى التعادل بينما عنوانت صحيفة هاسبريس الحدث قائلة الأهلي يتوج بطلا لدور أبطال إفريقيا على حساب الزمالك صحيفة الصباح التونسية تحت عنوان التاسعة للأهلي قالت إن المارد الأحمر استعاد السيطرة على القارة الإفريقية من جديد تتويجا باللقب للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي في لقاء قوي ومشوق أما صحيفة الشروق فكان عنوانها الأهلي بطل إفريقيا للمرة التاسعة وتحت عنوان الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بكأس إفريقيا التاسع أشاد موقع القدس العربي بأداء الأهلي في لقاء القرن ضاربا غريمه التقليدي بالضربة القاضية إنجاز كبير بيحققه الأهلي بعد مشوار طويل في البطولة وبعد غياب 7 مواسم على التوالي أنا يعني بحييك مرة تانية لأن والتقرير حتى يمكن بتلعب دلوقتي وهو بيتكلم أنا عملت وعملت وكذا
في سان داونز كذا. انا حسيت ان محمد مجدي قفشه عنده اعتزاز بنفسه قوي وفخور قوي بالانجازات خاصه اللي بحققها لحد دلوقتي مع النادي الاهلي. انت بقالك مع النادي الاهلي سنه، حققت 3 بطولات ما شاء الله، ولسه في بطولات منتظره كمان. فانا عاجبني اللغه دي، لغه وانت بتتكلم عن نفسك انت فخور بنفسك لان انت موهوب. وافتكر كمان ان انت عندك اصرار ان انت تعمل حاجه، تكتب تاريخك بايديك مع النادي ده، وده اللي انا نفسي اعمله. فعجبني طريقتك جدا في الكلام، انا بتكلم بجد، عجبني فخرك او اعتزازك بنفسك يعني ببطولاتك. هو لا هو عنده اكيد ثقه في نفسه جدا واضحه جدا. ده على فكره ده شيء مهم يعني، وفي يعني في شعر كده ما بين الثقه والغرور. لا 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 مش غرور خالص، لا ما قلتش غرور، لا بقول لك انت في شعر بين الثقه والغرور. لسه هو يعني هو ما شاء الله اصلا انا انا مربيه قد كده يعني. هو شخصيته بعيده تماما عن الجزئيه دي. الجزء الثاني لسه بنتكلم انه النادي الاهلي، وده يعني بكرر الكلام لان دي حقيقه، النادي الاهلي اي حد بيلعب في النادي الاهلي بياخد بطولات. محمد بقاله سنه واخد 3 بطولات، ان شاء الله كمان 3 بطولات يبقى 6 ان شاء الله. وكمان على مستوى التاريخ الشخصي ليه ان شاء الله يكتب اسمه في تاريخ افريقيا كلها، لان بنتكلم ان هو ان شاء الله مرشح ليكون احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله، من خلال الارقام، من خلال الاهداف اللي احرزها. فان شاء الله نتمناها ليك يا محمد لانك انت تستحق، وان شاء الله باذن الله نبارك لك كمان على تايتل شخصي ليك يرتبط بيك ويرتبط باسم النادي الاهلي كمان ان شاء الله. ان شاء الله. انا دايما الكابتن سيد والكابتن سامي يعني بقالهم من ساعه ماتش وداد في الولاد، فلما جبت الجون وخدت احسن لاعب في الماتش، فكابتن سامي جه لي قال لي انت هتاخد احسن لاعب في افريقيا. كابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان. كابتن سيد نفس الكلام. حتى امبارح في الماتش بين الشوطين كابتن سيد قال لي قفشه لازم تفوقنا، اما هتفوق هنكسب. صح. لازم انت هتاخد احسن لاعب في افريقيا، تحسب الفرقه. فسبحان الله ربنا كرمني جبت جون. يعني فالكلام اللي كابتن سيد يقوله لي او كابتن سامي دي حاجه يعني بتعليني نفسيا وبتعليني تركيز. انا بحب ده يا كابتن هاني، انا بحب الكلام ده. أنا لا ما بيخلينيش اتغر ولا اعلى، لا انا بنزل عشان اتمرن كويس. بالظبط بالظبط. انا بحب اتحط تحت مسؤوليه، احب ابقى في ضغط، احب حد يتكلم معايا، ما احبش ابقى احس كده ان انا قاعد لوحدي، اللي انا مش بحس دايما ان انا مش لاعب وخلاص. بالظبط. لا عايز الناس كلها تكلمني، عايز ابقى صاحب الناس، عايز اضحك، عايز اهزر، بس بحدود يعني. اكيد مش الحدود. يوم الماتش ده عندي احب انا ابقى هادي كده قاعد لوحدي، ما احبش اتكلم كتير، اركز في الماتش، اشرب مثلا حاجه، بس حتى لو ضحكت او هزرت بس في الهادي يعني. بس مش بس الكلام اللي بيفرق معاك برضو، وان كابتن سامي جالك بنفسه وقال لك كده، او كابتن سيد عبد الحفيظ، او حتى موسيماني يعني هو مؤمن جدا بيك، لكن كمان وانت بتكلمنا برضو تحت الهواء عن حضن كابتن محمود الخطيب وهو بيسلمك الميداليه في النهائي، وانت بتقول لي لا ما هو ما قاليش حاجه، بس حضنه ده حسسني ان هو عايز يقول في كلام كتير، بس هو يمكن مقل في الكلام، حتى كلامه لما بيطلع بيبقى فيه رساله يا جماعه. ده حضن كابتن محمود الخطيب وتاثره، ويمكن حتى دموعه للي اخذ باله حتى من اللقطه بتاعت امبارح، دموعه نزلت في النهائي وهو بيتوج بلقب ابطال افريقيا. كلمني بقى عن الحضن ده واحساسك بيه ايه، وكان عايز يقول لك ايه؟ طيب هو كان عايز يقول لك ايه؟ حسيت ايه؟ كان عايز يقول لك ايه في الحضن ده؟ انا ما ركزتش واحنا طالعين ناخد الميداليات اللي احنا هناخد الميداليات، انا مفكر كابتن ان في حد ايه هيجيب لكم الميداليه هيدهنها. لا بس ده عشان بطولة عشان الكورونا وكده. فانا كان نفسي كابتن محمود الخطيب اللي يسلمك الميداليه. فالمهم انا رحت واخد الميداليه، فهم قالوا ما تسلمش على حد. فانا جيت عند الكابتن عايز اقول له مبروك، لقيته هو بيمد ايده ومد انا ايدي كده سلم، راح شددني وراح واخدني في حضني. هو ما قاليش حاجه وقال لي مبروك بس، لكن انا وهو بيشدني وهو بياخدني انا حسيت احساس حلو. طبعا حاسس راحه نفسيه، انبساط، واحد مبسوط يعني، حاسس ان انت عملت حاجه كويسه، فهو عايز يقول لك حاجه بس مش بالكلام، هو احساس. حسيت انه بيقول لك مثلا شكرا يا قفشه، يعني حسيت عند حسن الظن، كان عندي ثقه فيك وانتوا طلعتوا رجاله، هو ده احساس القائد يعني. الحمد لله. لا انا بحب الكابتن بصراحه يعني، طبعا. على المستوى الشخصي انا بعشقه بصراحه يعني، من الناس المحترمه الهادي خلق يعني فنيا بقى، وهو بيلعب كوره كل الناس انا ما شفتوش بس كل الناس بتتكلم عليه اسطوره، لكن انا بحب كابتن شخصيا يعني، بحب كابتن محمود جدا. كلنا اقامه كبيره جدا جدا، وبتتكلم على احلامك يا قفشه، واعتقد كمان من احلامك المشروع انك تحترف على المستوى الاوروبي. حابب البوندسليجا ولا البريمير ليج ولا تروح؟ انا بحب الدوري الانجليزي. طب
ماشي نفسي في الدوري الانجليزي. نفسك تلعب في الدوري الانجليزي؟ كابتن بحب انا القوه والسرعه دي والحاجات، بيبقى فيه لعب كوره اسرع وبحب الكره السريعه. مش شايف الدوري الانجليزي دوري صعب على النواحي البدنيه، خاصه كل لعبتنا اللي راحوا الدوري الانجليزي كانوا مروا بمحطات قبليها بالظبط، فمش شايف ان النقله من الدوري المصري يعني، نتمنى طبعا احنا طبعا نتمنى على مستوى حتى يخرج من النادي الاهلي لاعب يلعب في البريمير ليج، ده شرف للنادي الاهلي وشرف ليك. لكن الخطوه ديت مش شايف انها بتبقى صعبه، ولا انت حابب، ولا انت شايف نفسك في البريمير ليج؟ انا بحب يا كابتن يعني، يعني انا مثلا وانا صغير كنت دايما اقول للوكلاء انت ليه عايز توديني اختبارات؟ انت ليه عايز تاخد سي في وتديه لحد؟ انت ممكن تكلم النادي في لعيب كذا كذا، لو هم عايزين اللعيب ده، اللعيب ده يروح اسبوع يلعب ماتشين يشوفك يشوفني في الملعب. لكن السي في ده انا لما اجي اعمل سي في هعمل ايه؟ هلعب 10 ماتشات هطلع ال 10 تجوان اللي جبتهم، اقول لك ادي الفيديو، اما انت ما شفتنيش تاكتيك كويس، ما شفتنيش بباص ازاي، ما شفتنيش باجري ازاي، شفت؟ فاي حد بيعمل فيديو يا كابتن دايما بيديك الحاجات الكويسه. فانا لا نفسي اروح مكان يعني، ربنا كرم رحت اروح اجرب يعني العب يعني. عندك استعداد تروح ترايل يعني، تروح تقول لهم انا موجود ومجرد حتى شوفوني لمده شهر واحكم عليا؟ انا امنيه حياتي بصراحه يعني، امنيه حياتي ان انا احترف، بس طبعا يعني من خلال النادي الاهلي. أكيد انا مش يا كابتن، انا مش ما بقولش كلام مش بتاع، انا بقول اللي في قلبي على طول يعني. انا عارفك يا افشا، لو النادي الاهلي موافق وجالي حاجه انا موافق، لو النادي الاهلي لا لا. انا وانا في انبي يا كابتن قلت انا مش هقول او لا، رغبتها هقولها، لكن النادي اللي ياخد القرار، ان ده مش حقي، ده انا بلعب في نادي النادي هو اللي حقه عليا، اللي هو اللي يقول قراره فيا، لكن انا اقول رغبتي، لو جه سالني تلعب يمين ولا شمال اقول له يمين، لكن ما اقولش امشي ولا ما امشيش، ان النادي الاهلي اللي فضل عليا ونادي انبي اللي فضل عليا، فهم اللي يقولوا بعد ربنا او لا طبعا. لكن انت ممكن تشوف بقى في كاس العالم للانديه بقى، وتبتدي بقى دوافع جديده وحوادث، المدرب يبقى عايز وتروح البوندس ليج اروح الدوري الالماني بقى. لا انت ما شاء الله، ما شاء الله يعني، انا شايف انت عندك طموح، عندك طموح، عنده طموح، امكانياتك الفنيه تاهلك بصراحه يعني تلعب في الدوري الانجليزي، وخاصه دلوقتي الدوري الانجليزي مش على ايامنا احنا، ايامنا احنا يعني في التسعينات كان الدوري الانجليزي لازم تكون طويل ولازم تكون قوي بزياده ويبقى القوه، لكن دلوقتي شايف الدوري الانجليزي، شفت المان سيتي بيلعب ازاي، شفت ليفربول بيلعب ازاي، بيلعبوا كوره وفي مساحات. جارديولا يا كابتن، ها جارديولا اللي غير كل حاجه. انت بتحب جارديولا؟ طبعا، اي فرقه بيمسكها انا لازم اشجع الفرقه اللي بيمسكها، هو رونالدو، اي فرقه رونالدو يلعب فيها لازم اشجع الفرقه رونالدو. اقصى عليك. مش ميسي يعني؟ لا هو ميسي ما حدش يختلف عليه يعني، اصل هو اللي بيحب ميسي. هو في امكانيات يا كابتن زي رونالدو مش هتيجي ولا يعني، ميسي احسن من رونالدو. ما هو ده حاجه وده حاجه. طيب ماشي، لو ما يكرروش انا عارف انا لا، بس انت سالت سؤال هو المفروض يرد. لو هتكلم في كوره مش بدبلوماسيه يعني، لو هتكلم في كوره ميسي ملوش دعوه بحد، لان ميسي موهبه بالظبط، لكن رونالدو كابتن لا، امكانيات كل حاجه. انا عايز يمين لعيب ممكن يجيب لي جون باي حته في جسمه. غير الموضوع بسرعه، غير الموضوع بالظبط. برشلوني جامد جدا طبعا، مساوي بس انا ريال مدريد يعني. ده طبعا يعني كلهم انديه كبيره، وناخد بقى كيان يعني. اتفضلي سامي. لا لا اتفضل، لا خلاص، لا 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 والنبي ما يحصل. تحلف عليه؟ لا اتفضل، لا كنت هكمل كلامه. لا على كلامه تاني على نفس القصه، ان انت طموحاتك ايه غير البريمير ليج؟ انت بتفكر الفتره اللي جايه هيكون فيها ايه؟ انا نفسي لو يعني لو مش هحترف كده، نفسي اعتزل في النادي الاهلي. تعتزل في النادي الاهلي؟ نفسي احقق كل البطولات، تنهي مشوارك ان شاء الله، نفسي اخد بطولات كتير في النادي الاهلي واعمل تاريخ، عشان لما ربنا يكرمني بعيال او اهلي او كده يفضلوا فخورين بيا. ده حاجه جميله، انا نفسي ده، ده حاجه جميله جدا. لو ماليش يعني نصيب ان انا اروح اي مكان احترف او حاجه، برضه من ناحيه النادي الاهلي نفسي ان انا العب في النادي الاهلي طول العمر. وانا قلت الامير توفيق الكلام ده، قلت له وانا بمضي، انت جايب لعيب ممكن يلعب لك 10 سنين في النادي، ولو انت بتقول في لعيب كذا وكذا وكذا، انا بقول لك هلعب 10 سنين في الاهلي بامر الله ان شاء الله، ومش هتندم انك في يوم من الايام مضيتني النادي. قلت كده الامير، قلت له كده فعلا. وبفضل اقول الكلام ده 100 مره هفضل اقوله. عايز اسالك سؤال، ايه الفرق بين أفشة فايلر وأفشة موسيماني؟ ايه اللي انت حسيته وحتى يعني بينك وبين نفسك لا فرق معاك قوي؟ هو في شخصيتي مفيش تغيير، في طريقه لعبي مفيش تغيير، بس في تغيير في الملعب. هو كل مدرب وليه تكتيك. هو كان يعني انا في فتره كنت بلعب، كنت حاسس الحته دي ناقصه؟ حته ايه؟ كنت حاسس ان لا مع موسيماني انا بطلع افضل ما عندي، في حد اعاد اكتشافي، اعاد اكتشافي مره تانية.
ده اللي موسيماني ممكن يكون عامل. انا كنت وحش مع فايلر لا ما كنتش وحش مع فايلر يعني انا في كل ماتشاتي كنت يعني لو ماتش وحش قوي كنت ببقى جايب نسبه كويسه يعني انا في دايما في كل ماتشات كنت يعني ما بعديش يعني دايما 80% ميس باص. انا شايف شايف من وجهه نظري ان اول ما بتبدا تلعب بتلعبه ثلاثه وانت ناحيه اليمين ما كنتش واخد مش واخد راحتك. انا ما اعرفش العب على الخط. انت غير انت انت كنت مربوط بالخط ولازم ترجع تساعد محمد هاني وده مش ما بتعرفش تعملها وانت عايز مساحات يعني يعني فهي ديت يعني انا شايف ان كانت الفكره نفسها ما كانتش موفقه من فايلر لكن على سهام بتتكلم ان انت اريحيه في الاداء يعني لعبت براحتك واخد يعني عارف لما تكون لعبت في مكانك بالظبط هي دي الحته عشان. اللي انا بحبها يعني الحته اللي انا عايز العب فيها الحته اللي انا اتعودت عليها اتحرك ازاي باص ازاي امتى باص امتى هدي اللعب امتى باص لورا امتى باص للجنب امتى العب لقدام امتى شوت فهي انا اتعودت على المكان ده لكن مع مستر فايلر كنت دايما يعني بعيد عن الهاف رايت وكده حتى لما كنت بلعب 10 كان في هو مش عايز 10 يا كابتن هاني اللي هو الحريف هو مش عايز ده كان عايز 10 اللي هو دايما فرو الثاني عشان الكره الثانيه وانت بتدافع لازم تبقى جنب ديفندرات فانا دايما حتى لو حضرتك اي بس ده جزء هو كمان يحترم عليه يعني اي طبعا لا طبعا هو جزء من واجباته هو مدير فني فلازم اقول له اللي هو هيعمل اللي هو يقول لي عليه اعمله حتى لو هعمل ايه ما انا ما بعرفش العب هاف رايت الفرقه محتاجه لا طبعا هاف... دي 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 بعيده خالص يعني الفرقه كابتن محتاجه لها هاف رايت اقول لا ما كانش فيه ولا هاف رايت في الفرقه كل لعيبه مصابه ما اقدرش اقول لا مظبوط وانا لعبت واديت فيها سواء حلو او وحش بس اديت فيها عشان خاطر الفريق محتاجني فيها صحيح صحيح بس لكن ما اقدرش اقول لا لكن طيب. لا لا اتفضل 10 دي هي بتاعتك واحنا عارفينها يعني حتى انا مع حضرتك لعبت ما انا عارف لعبت 10 لعبت 10 كنت بديك مساحات تلعب زي ما انت عايز بس لما العب بالكعب تقول لي ما تلعبش بالكعب الكعب ده اللي كنت بتخانق منها بس يعني اكيد اتعلمت الكلام دوت ان في اوقات معينه ما ينفعش تخرج نفسك وتخرج فرقتك بكعب في الرجل لاني خلاص يعني الموضوع ده هي العيب في الكعب ان هي لو طلعت وحشه او اتقطعت ومرتده لا في جميع الاحوال وحشه لا لو جت كوبر وحلو الناس بتنبسط طيب عينا في مصر الموسم خلاص هيبدا موسم الدوري ويمكن بدا بعد مشوار طويل برضو عايزه اتكلم في فكره انت كنت بتتمنى انه يتم تاجيل يعني الدوري شويه كمان تاخد فيه راحه ولا لا ان لا يتم خلاص اللعب موسم جديد وندخل على طول يعني وانت لسه في الفورمه كان التوقيت ده يعني قريته ازاي اللي هو يعني بتاعت فتره الكورونا اللي هو لا مش فتره الكورونا اللي احنا داخلين عليه ان شاء الله موسم جديد يعني يعتبر خلاص يعني في اللي قبله ما فيش فرق كبير ما فيش ضغوط الضغط طبعا اللي فات ده مش زي اكيد اللي جاي يعني اللي جاي اكيد أصعب. اللي جاي اصعب طبعا اللي جاي اصعب فالفتره دي بقى الموسم الجديد بتستعد له ازاي ولا هتعمل ايه ولا بتفكر فيه ازاي احنا ما عندناش وقت اصلا انت اتدربت انت عندك بكره مسحه ان شاء الله بالظبط كده وعندنا بعد بكره معسكر فما فيش اصلا وقت حتى احنا نعمل بدني او نعمل فتره تدريبات يا كابتن هاني ما فيش خلاص يوم واحد يوم خمسه يوم 10 الدوري هيبدا فكله ورا بعض فاحنا ما عندناش لكن ما عندكش وقت تفكر بالظبط لكن احنا لا احنا عايزين ده احنا بنحب الماتشات بتجيب نفس وبدن اكتر من كل ده فاحنا عايزين ده على طول احنا جاهزين ومستنيين كل الماتشات فترات الاعداد هي اسوأ فتره لعب الكوره خلاص لما ياخدوا اجازه احنا خدنا في اسكندريه موتنا في اسكندريه لا الفترات اللي بيريحوا فيها ويرجعوا تاني التمرين بتبقى فترات صعبه لكن كمان قفشه يعني عايزين يعني كل الناس ما شاء الله يعني فخورين باللي انتوا عملتوه فخورين بالانجاز اللي انتوا عملتوه كلعيبه الوعد اللي انتوا وعدتوه لنفسكوا حققتوا الوعد دوت ثقه الناس كانت في محلها ثقه مجلس الاداره ثقه كابتن محمود الخطيب كانت في محلها مشوار طويل قوي بطوله افريقيه تاريخيه بقى لها سنه واكتر من 3 شهور بتحققوها بشكل اكتر من رائع عايزك تقول لي رساله بقى طالعه من قلبك قفشه للجماهير تقول لها ايه في المناسبه ديت وتوعدها بايه في المستقبل ان شاء الله يعني طبعا الجماهير انا يعني ما بحبش اتكلم عليهم كتير يعني لا بس لما بتكلم عليهم بتكلم في الحاجات اللي هي اللي انا عارف ان هم بيحبوها مختصر مفيد بالظبط هي الجماهير امنيه حياتها اللي احنا لو هنلعب 10 بطولات ناخد 10 هو ده بس وارد اللي انت ما يحصلش نصيب في بطوله طبعا فده ما يزعلكش بس تزعل امتى؟ ما تلاقي اللعيب مقصر ما تلاقي اللعيب مش راجل لكن لما يبقى اللعيب راجل وقد يا كابتن وعمل اللي عليه خلاص دي انت بتعمل اللي عليك والنتيجه دي بتاع ربنا انت مش هتكسب دايما ولا هتخسر دايما صحيح وعايز اقول للجماهير برده نقطه مهمه جدا لما تيجي تنتقد لعيب انتقده عشان انت بتحبه عشان بيلعب في النادي اللي انت بتحبه بس انتقده ان هو يبقى احسن مش تنتقد اللي انت تموته
صحيح. بس فدي نقطه مهمه جدا، لكن ان شاء الله بامر الله يعني احنا الحمد لله خدنا بطوله افريقيا، ان شاء الله الفتره اللي جايه دي نحقق كل البطولات اللي نفسنا فيها عشان خاطر الجماهير تفرح وكل الناس تفرح. عشان اصلا انا بشوف يعني انا كل ما اروح في حته مصر كلها تقريبا اهلاويه، يعني 60 مليون 70 مليون بشوف كل الناس اهلاويه فعلا والله يا كابتن. اه والله. فانا لا وغير بقى وغير اللي كانوا بيحتفلوا بيكوا بقى في غزه وفي الكويت وفي السعوديه وفي الامارات، احنا شفنا السلميه كانت مقلوبه امبارح. يعني واحده من الحاجات من من البلد الشيخ عصام صابر في البلد عايش في الكويت، هو مدرس في مدرسه هناك. فاقسم بالله يا كابتن هاني بعت لي امبارح فيديوهات الناس واقفه في الشارع، اوعى يجي لك قفشه 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 اوعى يجي لك. انا دي حاجه انا فخور بحاجه زي كده، انا مبسوط لما امشي في الشارع الناس تقول، لما امشي في الشارع الناس تقول اهل، لما امشي في الشارع الناس تقول السوليه، دي حاجه بتبسطنا. ده انجاز واحنا عملناه والاداره ساعدتنا والمدير الفني واللعيبه كلها والعمال فاحنا تعبنا، فالحمد لله ربنا كفئنا الحمد لله. فخورين بيك يا افشه، عاجبني بساطتك واعتزازك بنفسك وانجازاتك. الحمد لله. ولسه واللي جاي اكتر. شكرا لك. لا اللي جاي اكتر ان شاء الله، اللي جاي اكتر ان شاء الله. وان شاء الله مستنيين كاس مصر سوبر افريقيا ان شاء الله ونروح كاس عالم ان شاء الله. يا كابتن انت عارف حضرتك انا بحبك قد ايه وكنت وحشني ونفسي اشوفك، فالحمد لله شفتك النهارده. حبيبي يا حبيبي ربنا يكرمك ان شاء الله. شكرا لك يا افشه. دي كانت حلقتنا سهره خاصة، واحنا النهاردة بنتوج بلقب بطل دوري أفريقيا، فكل الشكر مرة تانية وثالثة وتاسعة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والعاملين واللعيبة والعمال والموظفين والإداريين. شكرا جزيلا لكم، نتمنى أن أنتوا تكونوا يعني استمتعتم النهاردة بحلقتنا الخاصة دي. بكرة إن شاء الله قبل طبعا كل دول شكرا لجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان اللي هو الداعم والسند الحقيقي والرئيسي ورقم واحد. بكرة إن شاء الله حلقتنا كالعادة من 10 لـ1 في البيت الكبير. تصبحوا على خير.